النهاردة هنتكلم عن أهم اكتشاف في العالم، اكتشاف القهوة. يعني يا صباح الروقان والمزاج الحلو. طبعا معظمنا عارف أو كلنا عارفين إن بذور البن أو بذور القهوة دي بتنمو في معظم أنحاء العالم، بس لما رجعنا عرفنا أساسها أو رجعنا عرفنا أصلها، عرفنا إن هي كانت بتنمو في الأساس على الهضاب الأثيوبي. الأسطورة بتقول إن أول اللي اكتشفها على الهضاب الأثيوبية دي كان راعي أغنام، واكتشفها عن طريق الصدفة. لما الأغنام بتاعته كانت بتأكل من شجرة معينة، كان بيحس إن الأغنام دي كان فيها نشاط زيادة وكانت ممكن ما تنامش طول الليل، ومن هنا اكتشف حبوب القهوة أو اكتشف حبوب البن. طبعا أصيب راعي الأغنام بالدهشة، فأخبر رئيس الدير المحلي، فأمر رئيس الدير المحلي بعمل مشروب ليه من الشجرة دي أو من بذور الشجرة دي، وبالفعل اتعمل له مشروب من الشجرة دي. ولما شرب فعلا المشروب لقى نفسه طول الليل في حالة نشاط وفي حالة يقظة، فطبعا استغرب جدا، فأمر بأن التجربة دي يتعمل برضو على ناس تانية. فجاب ناس تانية وعمل عليهم نفس التجربة وعمل لهم نفس المشروب من نفس الشجرة دي، ولقى برضو النتيجة إن في حالة نشاط ويقظة. هنا بدأت بذور القهوة على ان هي بذور منشطة، ومن هنا وصلت لشبه الجزيرة العربية، وبعد ما وصلت شبه الجزيرة العربية انتشرت في جميع انحاء العالم. تعتبر اليمن من اوائل الدول اللي قامت بزراعة البن، ومنها قامت حركة السفن بتجارة وتصدير البن الى دول اوروبا وجميع انحاء العالم. اثبتت الدراسات ان تناول القهوة يوميا يقلل الاصابة بمرض الزهايمر وغيره من امراض تانية كتير، لكن برضو الافراط في تناول القهوة بيسبب انيميا وبيسبب نقص حديد. عرفنا ليه دلوقتي هي اهم اكتشاف اكتشفناه هو كان القهوة. استنوني في فيديو جديد. سلام.